يختتم اليوم مهرجان اسكندرية السينمائي لدوري البحر أو دولي البحر المتوسط دورته 33 بمكتبة الإسكندرية، ويتم خلال حفل الختام تكريم الأفلام الفائزة بالمهرجان. نترككم الآن مع جانب من هذا الاحتفال. جديدة ومبتكرة، وفعلا احنا شفنا في الأفلام 16 شفناها هذه الروح، فأنا بدعو الجميع إلى دعم مهرجان اسكندرية بما يستحق فعلا من الدعم، بحيث يصبح يعني طموحاته اكبر، وانا متاكد ان ده هيحصل ان شاء الله. مستر اوستر اللي هو رئيس اللجنه اضطر يسافر او كان عنده النهارده معاه، فعنده كلمه كتبها بالاسبانيه هيقولها صديقي المخرج الاستاذ دومينيك، وبعدين بعدين نبتدي توزيع الجوائز. اتفضل. It's on behalf of the director of the jury, Oscar Aybar, who could not be here, and so these are a few words on his behalf. I would like to emphasize, these are the words from Oscar, I would like to emphasize the importance of reuniting all the people from the Mediterranean in this festival. These are many things that unite us, as we have seen all throughout these 17 movies that we watched. I hope the future of our country will reunite our ancient cultures instead of dividing them furthermore. Oscar. مستر أوسكار كان بيتكلم على انه هذه المهرجانات لابد ان توحد ثقافتنا بدلا من تفتتها، وبيدعو الى فعلا ان تبدا هذه المهرجانات في فكره توحيد الثقافات المختلفه لدور البحر المتوسط، وهو الحقيقه كان ادى عمله بطريقه ممتازه قبل ان يسافر. نبدا في الجوائز. جائزة العمل الأول أو الثاني، جائزة كمال الملاح للعمل الأول أو الثاني. هقول أول حيثيات الجائزة بالعربي، وبعدين الأستاذ كوجاك هيقولها بالإنجليزي، وبعدين نعلن عن اسم الفيلم. جائزة العمل الأول لتناولها موضوع إنساني بطريقة فنية متميزة ومبتكرة، مستخدمة وسائل سمعية وبصرية لتأكيد فكرتها المتجددة. The prize is for the film dealing with a human subject via creative special artistic method and using audio video methods to confirm her renewable idea. الجائزة تذهب إلى المخرجة خولة بن عمر عن فيلم طيور الصلاة المغرب. مساء الخير، باسمي خولة أشكر إدارة المهرجان ولجنة التحكيم، وباسمها كذلك أشكر شركة الإنتاج اللي عملت فيها الثقة حتى باش تعمل هذا الفيلم، وكذلك زوجها أبوها الروحي رشيد، وزوجها رؤوس صباحي. شكرا. جائزة القدس لأفضل إنجاز فني للتصوير المتميز،
وقدرتي على الإيحاء بمعاني تتجاوز التأثير المباشر إلى أبعاد أكثر عمقاً وتركيباً تذهب الجائزة إلى القدس برايز فور ذا ارتستيك اتشيفمنت فور ذا سبيشال فوتوغرافينج اند ديزابيليتي اون انسبيريشن وذ مينينجز exceeding the direct effect and goes to deeper and deeper and more complex dimensions. المصورة ناتالي ديورا عن فيلم نجمة النهار Starlight from France. أعتقد إن حد من الفيلم فعلا معلش جائزة فاتن حمامة لأحسن ممثلة أنا هعمل الحيثيات ثم تعلن الاسم السيدة الفنانة الكبيرة أمل عرفة من سوريا لأدائها الواثق المحمل بشجر المأساة التي تحاصر عائلتها ووطنها واحترافية الإبداع في التعبير عن لوعة المرأة العربية المعاصرة تذهب الجائزة إلى فاتن حمامة prize for best actress goes for the actress specific actress for her confident performance which is mixed with the anxiety of tragedy that besides her country and family moreover the professionalism of the creativity in expressing the sadness of the contemporary Arab woman. تذهب إلى الفنانة النجمة هند صبري. تسلم الجائزة عنها الأستاذ بديس باهي ممثل زميلة